نحن بنتعرف أكثر عن حلقة العمل هذه من خلال استضافتنا لغسان بن فضل بيت سليم رئيس المسار الاقتصادي بالبرنامج الوطني للتشغيل. أهلا وسهلا بك غسان. أهلا وسهلا أستاذك. يا مرحبا وسهلا فيك وسعيدين بالتواصل معك وانضمامك لنا عبر البرنامج الآن. نحن الأسعد. يا مرحبا وسهلا فيك. نتكلم بداية غسان عن الحلقة التعريفية اليوم بمبادرة العمل الحر أو كما يعرف عليه الفريلانسر، وإيش تهدف هذه الحلقة؟ والله المبادرة هي تهدف لدعم أصحاب العمل الحر المنفرد اللي ما يعرفوا بالفريلانسر عالميا. إحنا الهدف منها بعد دراسة سوق العمل والتحديات الموجودة فيه، وجدنا أنه في بعض الثغرات وبعض النواقص في سوق العمل من ناحية تشريعية وتنظيمية، من ضمنها مسألة تنظيم العمل الحر. العمل الحر طبعا يفتح كثير من الفرص للعمانيين سواء الباحثين وأيضا اللي يبحثون على فرص أخرى مثل رواد الأعمال لتقديم الخدمات. والفكرة من وراء هذه المبادرة أنه بعد دراسة السوق وجدنا أنه في بعض الثغرات في من ناحية تنظيمية لهذه الفئة، خصوصا أنه معنا حاليا تشريع وتنظيم لفئة العمل الحر. الفكرة من وراء هذه المبادرة أيضا أنه توفير الحماية الاجتماعية لأصحاب العمل الحر والحماية القانونية والإطار التشريعي ليضمن حقوقهم وبالتالي يضمنهم أيضا ويحقق لهم الحياة الكريمة. طبعا احنا لما درسنا الحماية منظمة الحماية الاجتماعية في السلطنة لرواد الأعمال والموظفين وكجانب تشغيلي، وجدنا أنه فئة العمل الحر هي الفئة اللي حاليا ما عندها هذا التنظيم اللي يضمن لها هذه الحماية الاجتماعية وهذا الاستقرار، وبالتالي صعب للكثير يعني ما يتوجه الكثير من الشباب في هذا الاتجاه. فالفكرة من هذا الحزمة أنها توفير هذه الحماية الاجتماعية والحلول المتكاملة اللي تضمنهم أنه الحياة الكريمة عن طريق العمل الحر. نعم. بما بنفس الطريقة اللي يحصل عليها الموظف. نعم. في الوظائف الأخرى. واضحة ملامح هذه الحلول بالنسبة لكم؟ يعني ما هي الخطوات العملية التي قد تمضون فيها بشكل واضح ومؤثر لحلحلة مثل هذه التحديات، خاصة من كلامك واضح أنها بينة بالنسبة لكم ومعروفة بالنسبة لكم؟ بالفعل، هو طبعا احنا بعد دراسة الوضع وجدنا انه في ثغرات وبعض الاشياء غير مكتملة، فقمنا بربط جميع مجموعة من الحلول بالتعاون مع عدة جهات حكومية في حدود 8 جهات. هذه الجهات الاساسية الموقعة على الخطة التنفيذية اللي شاركتنا في هذا الانجاز، ومن ضمن هذه الاشياء ما يكون عندنا تسجيل تجاري عن تنظيم وزارة التجارة والتجارة والصناعة والترويج والاستثمار لتسجيلهم، فيكون عندهم ترخيص خاص للعمل الحر. أيضا راح يكون عندهم تسجيل في التأمينات الاجتماعية بحيث أنه يوفر لهم الحماية الاجتماعية على المدى البعيد والمدى القصير أيضا، وأيضا يكون عندهم حلول تمويلية قد يحصل عليها سواء من البنوك، وإحنا شغالين مع البنك المركزي والبنوك التجارية وأيضا بنك التنمية لتوفير حلول تمويلية لهذه الفئة. نعم. سواء لتمويل مشاريعهم أو للتمويل الشخصي، وأيضا حلول أخرى تضمنهم الحصول على الفرص مثل التنسيق مع منصات العمل الحر سواء المنصات الحكومية وأيضا عن طريق مجلس المناقصات أنه يوفر لهم نسبة من الأعمال تكون مخصصة لهم، فهذا بالتالي يشجعهم على الحصول ويضمن لهم الحصول على استدامة ويضمن لهم الحصول على الأعمال، وبالتالي يكون عندهم يحقق لهم هذا الاستقرار في هذه الأعمال. نعم، الجميل في الأمر غسان أن عندكم شركاء يعني في هذا الموضوع وكلهم يمكن معنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بتنفيذ مثل هذه المبادرات التي ذكرتها، لكن في نفس الوقت غسان الحلول اللي ذكرتها أكيد تحتاج إلى مساندة ودعم. يعني مثلا تكلمت عن موضوع التأمينات الاجتماعية، أكيد هناك بتظهر مثلا بعض التحديات بالنسبة للفريلانسر أو اللي يشتغلوا في هذا المسار مسار العمل الحر، لأنه دائما هناك مطلوب مساهمة، مطلوب كذلك ربما يعني حلول لسد هذا الجانب. نعرف يعني اللي يشتغلوا في القطاع الخاص ولا في القطاع الحكومي أحيانا تساهم جهة عملهم ويساهم الشخص نفسه. لما نتكلم عن حلول التمويلية نفس الشيء، يعني ما هي الضمانات بالنسبة
بالنسبة للممولين اللي ممكن يقدموا هذه الحلول للعاملين في هذا المسار وغيرها يعني من ربما التحديات التي تظهر في الجانب التنفيذي أحيانا لمثل هذه المبادرات؟ حسبت حساب مثل هذه التحديات وكيف يمكن يعني حلها؟ بالفعل يعني احنا هذا المشروع طبعا هذه المبادرة تم دراستها مع الشركاء في المجال، طبعا في مجموعة من التحديات من ناحية تشريعية ومن ناحية المخاطر اللي ممكن نحتاج دراستها سواء للفرد وللمؤسسات اللي راح تتعامل معها. وفي مجموعة من المخاطر طبعا والتحديات اللي عملنا معهم وبحثنا في ايش نوعية الضمانات وكيف ممكن نحقق حتى نحقق هذا الـ يعني وضع يكون فيه الرضا للطرفين وايضا فيه الاستدامة للطرفين. طبعا من اذا بناخذ على سبيل المثال من ناحية التأمين الاجتماعي احنا وجدنا انه في بعض الحلول المتوفرة اللي ممكن تمحور وتقدم للعمل الحر مثل نظام منظومة تأمينات العاملين لحسابهم الخاص اللي هو منظومة مدعومة حكوميا، فالعامل اللي يسجل في التأمينات الاجتماعية مثلا كالحساب الخاص يبدأ نسبة مساهمته من دخله فتبدأ مساهمته من دخله في حدود 6.25% من قيمة الدخل والباقي بقية 20% تساهم فيها الحكومة. وهذا منظومة ممتازة جدا، والمنظومة وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد راح يكون أيضا متوافق ويكون أيضا أفضل حسب ما فهمنا من الأخوة في توازن العاملين عليه من حيث أنه يوفر هذا الحلول بشكل أفضل وفي نوع من الاستدامة لهذا. فبهذه الطريقة احنا وجدنا حل من ناحية التأمينات الاجتماعية. يعني الحكومة راح تساند غسان يعني لا فهم كلامك أن الحكومة راح تساند هذه العاملين في هذا المسار، يعني لن يمضوا وحيدين يعني في أنهم يجدوا مثلها. يعني طبعا هو كبرنامج يعني تحت إشراف مباشر من جلالته، وجلالته جدا مهتم أنه يكون في دعم مناسب لهذه الفئة. وجدنا كثير من الدعم المباشر من جلالته في من ناحية أولا مباركة هذه المبادرة بجميع تفاصيلها والدعم المقترح فيها، ونعمل الآن مع بعض الجهات على زيادة هذا الدعم وتوفير دعم وحلول مالية أيضا وحلول يكون فيها نوع من الدعم لأجورهم حتى لتشجيعهم في الدخول في هذا المجال وتحقيق الاستدامة لهم. يعني ففي بعض التحديات طبعا اللي يجب أن نعالجها بحذر أيضا على أساس ما يكون في مخاطر عليهم وعلى الجهات، ولكن الجهات جدا متعاونين وجدنا منهم استجابة وتجاوب إيجابي بشكل كبير حتى من الجانب التمويلي من ناحية البنوك، من فعل أنهم يروا أنه في فائدة ونحتاج أنه فقط أنه نوجد المنظومة المناسبة لتقديم هذه الحلول بحيث أنه يكون في استدامة وتخفيف المخاطر على الطرفين. النطاق الزمني لتنفيذ هذه المبادرات واضح بالنسبة لكم؟ المستهدف متى كنطاق زمني؟ المستهدف أن استكمالها في مع بداية العام القادم 2023 وربما قبل ذلك. حاليا نعمل على إنهاء بعض الإجراءات في المنظومة من ناحية التسجيل والتي احنا متوقعينها قبل نهاية هذا العام أو بداية العام القادم أنها تكون جاهزة في الربع الأول من 2023 بحسب الأخوة في وزارة التجارة، وبيكون التسجيل والترخيص جاهز للعمل الحر وأيضا بيكون في بقية الجزئيات شبه تعتبر مكتملة في الوقت الحالي، ونبحث الآن في كيفية توسعة الدعم وأن نجد حلول إضافية للعمل الحر. بس النية بإذن الله أنه بداية العام القادم الربع الأول من 2023 تكون هذه الحزمة مكتملة في صيغتها، وأنه الأفراد اللي حابين يدخلوا وينخرطوا في العمل الحر أنهم يقدموا عليها أونلاين. حتى ما بنضطرهم أنهم يروحوا إلى المباني الوزارية إن شاء الله. نعم غسان، من خلال دراساتكم ومن خلال متابعاتكم ومن خلال اطلاعكم على تجارب الدول، يعني من وجهة نظركم مثل هذه التحديات لو تم حلحلتها وتم ضمان كذلك وتوفير الاستقرار يعني للعاملين في هذا المسار، يعني هل هذا من شأنه أنه يخلي الفريلانسر أو العاملين في مسار العمل الحر أنهم يفكروا بالاستقرار، يفكروا بالاستدامة، أنه يعني ممكن الواحد يظل سنوات طويلة من عمره مثلا يطور نفسه في هذا المسار بدون لا يفكر حتى مثلا في وظيفة ثابتة؟ بالضبط،
هو حسب الدراسات العالمية وحتى في الدول المجاورة نجد أنه التوجه الآن بدأ يتجه باتجاه الفريلانسي والعمل الحر. نجد أنه في كثير من الدول مثلا وحققت هذه المنظومة الحماية الاجتماعية للفريلانسر، نجد أنه أعداد كبيرة من العاملين مسجلين بنظام العمل الحر. مثلا احنا درسنا أحد الأمثلة بعمق كان في فرنسا أنه يسموه هو رائد العمل المنفرد الفريلانسر، فعندهم هذا التسجيل وتقريبا عدد العاملين يعني تقريبا 50 إلى 55% من العاملين في فرنسا اليوم مسجلين بنظام العمل الحر هذا، بنظام الفري اللي هو السلف انتربرنور أو العامل المنفرد يعني. في عمل لحسابه الخاص. في دول أخرى مثلا الولايات المتحدة وصل عدد العاملين إلى من 60 إلى 70%، وفي دول أخرى كثيرة. السعودية والإمارات الآن بادين يعملوا بتوجه سريع نحو الفريلانسينج وتأطيره، وبدأ والأعداد بتزيد بشكل سريع وتسارع شديد. ونجد أن حسب الدراسات، دراسة طلعنا عليها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه خاصة في فترة كوفيد وكورونا كان في زيادة عالية في الطلب على الفريلانسينج. وجدنا أنه معظم أكثر الناس اللي كانوا استقرارا وقدروا أنهم يكونوا مستدامين في فترة كورونا في أعمالهم، نجد أن كثير من الموظفين في كثير من الشركات تم تسريحهم، بينما الفريلانسر كان عندهم نوع من الاستدامة، لأن الفريلانسر يعطيهم نوع من المرونة في التعاقد والسهولة في أنهم التنقل ما بين العقود المختلفة، وأنه يكون عندهم تعدد في العقود فما يرتبطوا فقط بمكان واحد. ففي حال أن عقد واحد ما كان يمشي بشكل ملائم ففي عقود أخرى وخيارات أخرى، وبالتالي هذا يحقق لهم الاستدامة. ونجد أن هذا من التجارب العالمية تجربة جدا إيجابية وفيها قدرة على الاستدامة وفيها قدرة على تحقيق المردود العالي. في موجودين عندنا بعض الأمثلة المحلية اللي هم ناجحين ومستقرين فيه عفوا يبحثوا عن يعني هذه المنظومة راح تساعدهم بأنهم يستقروا بشكل أكثر في هذه الأعمال، وبالتالي أنهم يحققوا دخل أفضل وأيضا يحققوا الاستدامة على المدى البعيد. هو طبعا خيار العمل الحر قد لا يكون للجميع، يعني احنا ما نقول أنه هذا هو مسار من مسارات، يعني هو مسار من مسارات عدة. بالضبط، هو أحد مسارات التوظيف اللي ممكن الشخص أو يتعامل فيها ويعمل فيها. في عندنا مجموعة من الأمثلة الجميلة وحتى مجموعة من التخصصات اللي ممكن يدخل فيها الشباب العمانيين ويبدعوا فيها ويستقروا فيها لفترة طويلة ويحققوا فيها دخل ممتاز. نعم غسان، ما أعرف إذا هذا السؤال سابق لأوانا، لكن هل تعتقد أنه محتاجين إلى كذلك ثقافة مؤسسية ومجتمعية للعاملين في هذا المسار، مسار العمل الحر؟ مؤسسية بمعنى أنه حتى مؤسساتنا تكون عندها آلية تعاقد بسيطة جدا مع الفريلانسر، ونعرف أن كثير من المؤسسات إلى الآن لم تفعل يعني هذا النوع من التعاون والتعاقد مع الفريلانسر. ومجتمعية بعد أنه نعرف أن اللي يشتغل يعني في العمل الحر أو فريلانسر أنه هذا يعني مسار وملهمة واضحة، وكذلك أن الحكومة جالسة تنظمه بشكل يضمن الاستقرار. يعني يمكن إلى الآن نحن عامل الفريلانسر أنه هو كأنه يعني عاطل عن العمل أو أنه باحث عن عمل ما يعمل أبدا يعني، وهكذا. لكم نظرة إلى هالجانب؟ هو بالضبط، احنا الثقافة المجتمعية كانت واحدة من أوائل الأشياء اللي احنا ناقشناها بالنسبة للفريلانسينج وللعمل الحر من ضمن المبادرات الأخرى. نجد أنه من الضروري جدا يكون في توعية مجتمعية، وإحنا نعمل الآن مع مجموعة من رواد الأعمال والشركات اللي تساعدنا في بناء الثقافة المجتمعية وهذه الحملات. بس أيضا هذه الثقافة بالنسبة للمؤسسات، احنا نعمل مع المؤسسات على وضع الإطار وأيضا الأسس أنه كيف ممكن أتعامل مع الفريلانسر، وأنه نجعل هذا خيار. من ضمن الأشياء اللي راح تشجع أيضا وإحنا شغالين فيها، أنه في التزام من أو في تشجيع من وزارة العمل أو وزير العمل بنفسه معالي الدكتور الأستاذ الدكتور محمد، على أنه اعتبار الفريلانسر واحتسابه كجزء من التأمين، وهذا بالتالي يعطي أفضلية للشركات أنها تتوجه أيضا للعمل الحر كخيار من خيارات التوظيف والحصول على الخبرات، لأنه يعطيهم القدرة على الحصول على خبرات بسهولة ومرونة. أيضا مهم جدا أنه نبني هذا الثقافة، وطبعا بالتعاون مع شركائنا، وهذا تعاون استمر لشهور وإحنا ما زلنا متعاونين معهم، ونعمل على
بناء هذه الثقافة داخل المؤسسات سواء الخاصة أو المؤسسات الحكومية، وأيضا في نفس الوقت بناء الثقافة التوعية المجتمعية بدور العمل الحر، وأيضا كيف أن العمل الحر الفردي ممكن يكون جدا يعني أحد المسارات اللي فيها مدخول عالي جدا. وإحنا لو نظرنا إلى تاريخنا سابقا يعني كعمانيين وكدول العالم أيضا، بس الفريلانسينج والعمل الحر هو كان الأساس قبل وجود هذه المؤسسات والشركات، فكانت الناس تعمل بهذا النظام وكانت مستقرة فيه. وإن شاء الله نجد أنه الفريلانسينج والعمل الحر راح يكون إن شاء الله واحد من المسارات اللي أولا رافدة للاقتصاد أيضا تخلق كثير من الفرص للباحثين والعمانيين والأفراد اللي حابين يتوسعوا ويزيدوا دخلهم بإذن الله تعالى. هذا سؤال أخير من أحد متابعينا يتابع اللقاء ويعني يريد إجابة على تساؤل، يقول يعني الاستفادة من هذه المبادرة بداية هل ستكون حكرا فقط على الباحثين عن عمل؟ هذا واحد. اثنين أنه غير يعني هل التسجيل في هذه المبادرة يخرج الباحث عن عمل من نطاق أنه باحث عن عمل وبالتالي ما يقدر ينافس على الوظائف الأخرى؟ أسئلة جدا ممتازة، وهذه الأسئلة احنا فكرنا فيها وعندنا الأجوبة لها. بالنسبة للسؤال الأول، بالنسبة هل هذا محكور فقط على الباحثين عن عمل؟ لا، هذه المبادرة بالذات ما راح يكون فيها مرونة. أولا في المقام الأول الأولوية راح تكون عندنا أولوية للباحثين عن عمل لأنه مهتمين بإيجاد فرص لهم، ولكن حتى الناس اللي على رأس العمل وحابين يزيدوا دخلهم ممكن يستفيدوا من هذه المبادرة. ولكن الفرق أنه في بعض الحلول اللي فيها دعم خاص لأصحاب العمل الحر اللي هم فول تايم على العمل الحر أو مثلا باحث عن عمل وحب يدخل في العمل الحر، إحنا راح نعطيه بعض الدعم وبعض الدعم المالي اللي راح يساعده بأنه يستقر ويدخل في هذا المجال. أما الشخص اللي عنده مصدر دخل آخر وحاب أنه أيضا يعمل في نظام العمل الحر، أيضا من حقه أنه يستفيد من هذه المبادرة ويستفيد من بقية أشكال الدعم المتوفرة له. فهي مبادرة تشمل الجميع وراح توفر فرص وتخلق فرص للجميع، ولن تكون محكورة فقط على الباحثين عن عمل، ولكنها راح تقدم دعم خاص للباحثين عن عمل بإذن الله. بالنسبة للجزئية الثانية، بس إذا ذكرني بالسؤال، كان يقول إذا سجلت في هذه المبادرة بعدين أقدر تنافس على الوظائف الحكومية وحتى الوظائف القطاع الخاص. بالفعل واحدة من الأشياء اللي أيضا ناقشناها مع لجنتنا الإشرافية ومع فريق العمل ومع وزارة العمل أنه الباحث عن العمل في حال أنه قدم على هذه الخدمة ودخل في العمل الحر ووجد أنه قد يجد أنه العمل الحر غير مناسب لو حاب يحصل على وظيفة، في حال حصل على وظيفة فأنه ممكن يحصل على وظيفة ويقدم على وظائف وما يفقد، بالعكس لن يفقد فرصته في أنه يبحث على وظيفة. ولكن في حال أنه حصل على وظيفة دائمة ومصدر دخل آخر عن طريق التوظيف، فأنه قد يفقد بعض الميزات اللي هي كانت مخصصة للباحثين عن عمل اللي هم توجهوا للعمل الحر بشكل دائم، ولكنه قد يحصل على بقية المزايا وممكن يستمر كعمل حر بشكل جزئي بينما هو على رأس عمله. فهي فيها مرونة عالية هذه المبادرة على أساس أنه تشمل الجميع وتكون مورد ومصدر دخل للكثير من فئات المجتمع. نعم، نتمنى لكم كل التوفيق غسان ويعطيكم العافية على هذا الاشتغال، ونتمنى إن شاء الله مخرجات هذه المبادرة نلمسها قريبا بإذن الله تعالى ونشوف شريحة كبيرة من شبابنا مستفيدين يعني من هذا التنظيم ومستفيدين كذلك من المزايا المقدمة لهم. بإذن الله، هذا بالغ أملنا إن شاء الله. بإذن الله تعالى، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. يعطيك العافية غسان، رئيس المسار الاقتصادي في البرنامج الوطني للتشغيل، كان معنا للوقوف على تفاصيل هذه المبادرة. وهذا أكيد يعني المسار من مسارات العمل.